ما قالتلوش هتجوزك ولا غيره، وانت اللي هيسافر لك العالم كله. ابوها قال لها خليه يتقدم لك، قالت له لا هو ملوش في الجواز. هي دي المساه اللي احنا بنعيشها وهنعيشها. اهلا بكم، تعال نشوف جرأة بنات اليوم، تعال نشوف مهازل بتحصل الايام دي، تعال نشوف قلة الايمان عند بناتنا واولادنا. ودي سببها مش البنت ولا الولد، سببها الاب والام والمدرسة اللي ما علمتش، الاب اللي مهتمش والام اللي ما ربطش، والمدرسة اللي هتعمل ايه ولا ايه في كترة عدد الطلاب واكتظاظ الفصول. يا جماعة بناتنا امانة قبل ولادنا، البنات امانة قبل ولادنا، البنات هم اهم شيء لان هم العرض وهم الشرف. اوعى اوعى تغلط وتهمل وتقول ما انا عارفة بنتي وعارفة سلوكها. ابدا انت ما تعرفيش حاجة يا ام. وزي ما بقول دايما الام مش بتربي ولا الاب بيربي، اللي بيربي الشارع والفيسبوك وتويتر والانستجرام والشبكات التواصل الاجتماعي. اوعى تهيألي لكل ام ولا كل اب ان بنتك بتستفيد منك بحاجة. انت مشغولة عنها بالفيس، انت مشغولة عنها بتربية الاولاد، انت مشغولة عنها باكل جوزك ولبس جوزك واحتياجات جوزك. طب بنتك فين اللي في سن مراهقة ولا انتباه ولا واخدة بالها منك ولا هي شايفاك؟ بسبب ايه؟ ان كلنا بكل واحد بقى عايش في جزر منعزل، ده كل واحد عايش نفسه والوحدية، مش فارق معاها اي حاجة، اهم حاجة نفسي 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 نفسي. هو الولادة كانوا احنا نفعنا اهلنا لما ولادنا ينفعونا، كلام بنقوله. كل ام تقولك انا نفعت امي لما بنتي تنفعني، اللي عايزة تعمل تمام تغور بحتة من الارض. البنت مش لاقي اللي يوجهها، مش لاقي اللي ينبهها، مش لاقي اللي حد يحن عليها ويقول لها الصح من الغلط. ايه اللي حصل؟ تعال نروح محافظة الغربية وكمان مركز زفتة كمان قرية سندبس. يعني احنا بنتكلم على موضوع كارثة حصلت فيه في القرية، بنت القرية. انا مش بتكلم على بنت المدينة الساحلية ولا بنت المدينة المحافظة الكبيرة اللي ممكن الناس تطوف بعضيها، احنا بنتكلم على بنت في قرية في مركز زفتة محافظة كفرش الغربية. حد يقول كده؟ حد يقول ان بنت الريف يطلع منها كده؟ حد يقول ان بنت الريف تتحدى اهلها؟ حد يقول ان بنت الريف تقف قدام اسرتها؟ حد يقول ان بنت الريف ممكن تحب وتتحب على الفيس وعلى الانستجرام؟ حد يقول ان بنت الريف اللي ما كانتش بتعرف تفك الخط بس كانت بتعرف تربي ولادها بتعرف تحب وتتحب وتقابل وتعشق؟ حد يقول ان بنت الريف اللي كان اخرها ازاي بس تعرف تسعد جوزها وازاي تنظف بيتها بقت دلوقتي بتقول لك انا عايز العريس اللي ياخدني على حصان ابيض ويطير بيا؟ انا شفت في الفيلم وشفت على اليوتيوب وشفت على الفيس قصص حب كبيره، اشمعنى انا ما عيش الفيلم ده وما عيش القصه دي؟ بنت الريف اللي كانت عندها 12 13 سنه لو حد بص لها تضحك وتتكسف، دلوقتي بقت هي اللي بتبص وهي اللي بتكتب وهي اللي بتتعرف وبتطلب صدقات. بنت الريف اللي في الريف في محافظه الغربيه وجه بحري، يعني مش هنقول مثلا في مجتمع منغلق والبيت فجر، ده احنا بنقول في محافظه بحريه يعني محافظه فاهمه وعارفه. بنت الريف تقول لابوها وامها بحب ده، تقولها خليه يجي يتقدم، تقول لك لا اصل ملوش في الجواز. اما انت بتقولي لابوك وامك ايه؟ عايز ايه؟ انا عايز ابوك وامك يقولوا لك ايه؟ لما واحده بتقول لهم في واحد انا بحبه وهو بيحبني، ابوها قال لها خليه يتقدم لك، قالت له لا هو ملوش في الجواز. اما ليه في ايه يا حبيبتي؟ بنت الريف بقت بتواجه ابوها وامها وتقول لهم بحبه ومش هتجوز غيره، طب يتجوزك؟ لا اصل ملوش في الجواز. طب وبعدين؟ سمر البنت الريفيه بنت قرية سندبس مركز زفتة محافظة الغربية حبت وعرفوا الحب اللي احنا طول عمرنا بنقول مفيش احسن من الحب اللي بيجي بعد الجواز، حب مبني على الثقة وعلى المعاملة الحلوة وعلى حسن المعاشرة. دلوقتي البنت بتحب من الفيس ومن الصداقات ومن الكلام الناعم والاغاني ويبعتوا لبعضهم اغاني وصور. بنت الريف بتعرف تفتح الكاميرا وتخلي حبيبها يشوفها وهي تشوفه ويحاول ان هو يعرفها ويكشفها وهي بتكشف له، يقول لها عايز اشوف جمالك عايز اشوف انسه، تقول له حاضر انا بحبك وواثقه فيك، تظهر له جسمها وجبدها وكل حاجه ما هي حاسه ان هي سلمت نفسها. ما تعرفش ان الشاب ده ممكن يكون بينكر بيها ويضحك عليها وياخد منها اعز ما تملك وفي الاخر يقول لها على بيت ابوكي، لو انت محترمه من بيت وليك اهل ما كنتش عملت كده. هو شايفها رخيصه وهي شايفاه غالي، هي باعت الغالي بالرخيص وهو خدها ولعب بيها. البنت تهيأ لها مجرد ما واحد قال لها بحبك يبقى خلاص حقها هي تبين له جسمها ويشبع منها، ما خلاص ما بيحبني وبحبه.
ما تعرفش ان هو بيضحك بيها ويتسلى عليها وفي الاخر هيرميها في الزبال، وهو عارف لو ليها اهل وليها ناس وليها اقوات ما كانش تقدر تعمل كده، فبالتالي هي رخيصه في الاول ورخيصه في الاخر، وعارف انها ياخد غرضه ومش هيلاقي اللي يدافع عنها. ما هو دي معلقات الفيس، وده اللي بننبه عليه كل بنت وكل ولد، خلوا بالكم في شياطين ممكن تستغل البنت وفي شيطانات ممكن تستغل الولد. بنتنا سمر حبت شاب عن طريق الفيس، قالت لامها كل ما تقدم لها عريس ترفضه. ليه يا بنتي؟ اخر ما غلبت البنت جات لها جوره قالت له بحب يا بابا، بحب يا ماما. يا بنتي ما فيش مشكله، حبي زي ما انت عايزه تحبي يا حبيبتي، بس خليه يجي يتقدمك. لا اصل ملوش في الجواز. طب انت اخر ده ايه؟ انا بدون ما حافظ على شرفي في ايوه يا ستي حافظت على شرفك، كتر خيرك، عملت اللي ما حدش عمله، حافظت على شرفك. طب وبعدين هتفضل عايشه كده طول عمرك؟ ايوه اصل انا بحب بعضينا. ايوه اخره الحب ايه يا بنت القريه، يا بنت مركز زفته، يا بنت محافظه الغربيه، اخر ده كله ايه؟ الحب ملوش اخر يا ابوي، الحب ملوش اخر. يعني انا افهم هتخلف ازاي، هتكون بيت ازاي، هتبقى ام ازاي، كل ده ما يهمنيش يا بابا، المهم احنا عايشين للحب. بنت القريه بتتكلم في الحب وكانها اكتر من بنت المدينه واكتر من اللي سافرت الخارج، وبتقول لك انا بشوف على اليوتيوب وبشوف في التلفزيون اكتر من كده وحب وجمال. يا جماعه اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي زي ما لها فايده كبيره قوي، اضرارها كبيره، وخاصه مع البنت اللي هي بتبقى على طبيعتها وعلى سجيتها وطيبه وفلاحه وغلبانه، ما تبقاش عارفه ان في شياطين بيتربصوا بيها. الشاب ده قال لها انا بحبك واموت فيك بس مش هقدر اتجوز، قالت له انا بحبك ومش عايزه منك اي حاجه. شوف الكلام وصل لقد ايه. في الاخر قال لها بقول لك ايه، ما هو شافها رخيصه، قال لها ايه رايك ما تسيبي اهلك وتيجي تعيشي معايا. البنت بتحبه، ما قالتلوش هتجوزك ولا غيره، قالت لك ده انا هسافر لك العالم كله واجي عندك، انا يكفيني ان انا اقعد معاك وابيت معاك واعيش معاك وابقى في حضنك، انا مش عايز حاجه من الدنيا غير ان اكون في حضنك. ما قالتلوش لا جواز ولا خلفه ولا اي شيء، ولا خافت على ربوها ولا على امها ولا على اسرتها ولا خوفها من ربنا ولا اي حاجه، همها كله تبقى مع حبيبها اللي اقنعها على الفيس ان هو كل حياته وان هي كل حاله والكلام اللي احنا عارفينه. طب انت فين يا حبيبي؟ قال لها انا عايش في الغردقه. اركب ازاي من الغربيه؟ قال لها اسألي وهتعرفه. فعلا ركبت وراحت ليه من غير ما اهلها، البنت بنت القريه بتسافر من ورا اهلها عشان تقابل حبيبها وتعيش معاه من غير جواز. بالفعل استناها في الغردقه وركبت معاه وراح واخدها الشقه، عاشوا مع بعضهم. الاب والام قاموا الصبح، فين البنت؟ فين هدوم البنت؟ مفيش. طب يا بنت الحلال ما اقول لك يجي يتقدم لك، قالت له ماليش في الجواز. الراجل جري على مركز شرطه الزفت، الحقوني يا ضباط مركز شفت زفت، انا بنتي هربت وخدت هدومها معاها او اتخطفت انا معرفش. التحريات قالت ان على علاقه بشاب لها 3 سنين بتحبه، 3 سنين. والشاب طبعا قال لها انا ماليش في الجواز، انا خفيف، انا بحبك وانت بتحبيني، سيبك من العادات الباليه، سيبك من الكلام الفاضي، جواز ايه ونلت ايه؟ ده اذا دخل الجواز من الباب نط الحب من الشباك، خلينا عايشين حلوين كده نفهم بعضين، عجبنا الحال ادينا عايشين، ما عجبناش الحال كل واحد يروح لحد سبيله. طبعا هو مش خسران حاجه، انت اللي خسرانه يا عبيطه كل حاجه. صدقت البنت وعشمت فيه قد بيحبني، ما هي شايفاها على الكاميرا وشايفها على الكاميرا وشاف جسمها كله وشاف الجسم كله، هيفرق معاهم ايه بقى؟ انه بدل ما يشوفوا بالكاميرا يشوفوا في الحقيقه، وبدل ما يتمتع بعينيه يتمتع بايديه ورجليه. ما خلاص هي سمحت بكده، لو خايفه على ابوها وامها وعارفه ان ليها اخ ممكن يقتلها ما كانش عملت كده. الاسره سابت بناتها لله في لله، كل واحد مشغول بنفسه، الاب مشغول بلقمة العيش والام مشغوله بالفيس زي بنتها والبنت بتحب، والدنيا كلها عالم افتراضي على المحمول، ما حدش حاسس بحد، والبنت تايلها ان العالم اللي في المحمول هو العالم اللي ممكن تعيش فيه، ما تعرفش ان ده عالم وهمي ومفيش حياه كلها بالجمال ده، زي المسلسلات اللي بتيجي في التلفزيون، قصور وفيلل وحمامات سباحه وحيوانات مفترسه جوه البيوت، والناس تايلهم ان مصر كلها كده، ما يعرفوش ان في الغني وفي الفقير وفي اللي مش لاقي ياكل. لكن للاسف البنت عاشت في الواقع اللي هي شايفاه على المحمول، مش في الواقع اللي هي عايشه فيه حقيقي. حبت تعيش تروح الغردقه، تايلها انه هيعتها في قريه سياحيه، خدها في شقه اوضه وصاله، وش عاشوا مع بعضهم بيتمتعوا ببعض، لا جواز ولا غيره. ما كان شرط عليها، قال لها انا ماليش في الجواز، قالت له انا مش عايزه جواز، انا يكفيني ان انا اكون في حضنك. خلاص يا ست انهالي من حضنه، بس انت اللي خسرت، هو خسر الشاب، اتمتع بيكي وبجسمك، انت اللي خسرت اهم شيء واعز ما تملك اي بنت. وفي الاخر ابوها بيبكي وامها بيبكوا بيقولوا فين بنتنا، بنتنا اتخطفت ولا بنتنا راحت فين؟
التحريات وصلت من خلال تتبع هاتفها المحمول، قدروا يوصلوا لمكانها في الغردقه ويسلموها لاهلها. بس ايه، مفيش اي حاجه. مسكوا الشاب، يا بنتي خطفك، قالت له لا ده بيحبني. يا ابني انت خدت البنت دي، ده جات لي براته وهي اللي ركبت وجات، يعني مفيش خطف. لا طيب يا بنتي خد منك فلوس عشان ينام معاكي. لا يا بنتي انت راضيه باللي عملتيه؟ ايوه بحبه وهو بيحبني، يعني مفيش مشاكل. اتفضل يا حاج خد بنتك اهي، وانت يا حضره الشاب اتفضل ارجع لبيتك في الغردقه. اصبحت البنت مين اللي خسر؟ خسرت اعز ما يملك. وكله ده ايه؟ اعز ما تملك، لانها سلمت له نفسها ببلاش. استرقصت اهلها واسترقصت الناس كلها، كان كل همها تلبي لداها جسدها. وادي اللي حصل، فين المتهم؟ مفيش متهم. فين المجني عليها؟ البنت واسرتها بالكامل مجني عليها. والسبب ايه؟ الفيسبوك وعدم مراعاه الام لبنتها وعدم اهتمام الاب باولاده. هي دي المساله اللي احنا بنعيشها وهنعيشها، ويا ريت نتعلم منها. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.